عايزه اقول لكم على حاجه، يعني صراحه كسرت لي قلبي اول ما سمعتها، اول ما عرفتها سلامة وقريتها. سلامه قلبك. من ده اسمع بس. جايه لك في الكلام. قال لك ايه ستيدي؟ بيقول لك ايه بقى؟ عملوا استطلاع راي. يلا. وقعدوا يدعبسوا كده ويدوروا ويشوفوا ايه اكتر الجمل او العبارات او المواقف اللي تقلق الراجل وتوتره وتخليه مش على بعضه. لما تتقال من الست حرمه او الست اللي تخصه تقولها له، طلع ايه تفتكري؟ قولي لي كده. اصبر على رزقك بس مثلا. دي فيها استحلاب يعني. ده انا بستحلف لك. قول دي موح ان زي ما انت عملت كده تخلق جوايا. مالك ايه اللي مضايقك؟ اقول لكم ايه الاكتر جمله وطرت الرجاله. انت جاي الساعه كام؟ عايزين نتكلم. ايوه كده تشهقي كده، عارفه زي شهقه المرور اللي هو ايه؟ عايزين نتكلم. دي اكتر جمله. لا انا اتوترت. او باللغات يعني. وي نيد تو توك. بتوترهم. وي نيد تو توك. احنا محتاجين نتكلم. احنا عايزين نتكلم. الكلام يا جماعه الكلام. لا بس احنا يمكن عشان بنقول لهم احنا عايزين نتكلم، انت فاضي؟ انا محتاج اتكلم معاك شويه. ما هو الفيس ده برضو تخليه مش طايق نفسه. لكن لو كده عايزين نتكلم كده نروح على سامح. سامح عايزين نتكلم كده ولا ايه؟ مش فاهمه. لا ممكن اقول عايز سامح. سامح انت نازل بعد الظهر ولا قاعد في البيت؟ فيقول لي لا قاعد. اقول له طب خلاص هنايم العيال نقعد نتكلم مع بعض شويه. لا كده شوفي عيب عليكي. هيفلخص. افتكرت في مشوار. عارفين ليه بقى الرجاله بتتوتر؟ عارفين ليه الرجاله بتتوتر؟ لانهم عارفين كويس قوي ان دماغ الست مترتبه اكتر، وعارفين ان احنا بنعمل بروفات. ما تنكريش ده، احنا بنقعد يا جماعه نعمل بروفات على اللي هنقوله، صح؟ وانا حتى براجع ساعات كتير، براجع مع هيدي ولا انا هقول له كذا، ولما عملت كذا انا رديت قلت كذا. تسكت شويه. طب بتفتكري؟ لا تسكت شويه. تقولي ايه؟ طيب يعني انا هقول وتعيد من تاني يا بنتي. ما احنا قلنا براجع يا بيه. بستعد احنا خارجين للاوضه. تاني روح ماسكه ايدي. اوكي يعني انا هقول له كده وهقول له كده. هي بقى تعيد عليا. لازم اكتب لها فين؟ بس يا شاري انت خلي بالك، هو لما حصل الموقف الفلاني برضو خلي بالك ان هو ممكن يكون ما كانش يقصد، بس انت برضو هتقولها لي لانك متضايقه. قوليها له برضو عشان انت اللي هو ايه بترتب لي دماغي، فاحنا الاثنين بنقعد نرتب ايه دماغ بعض. احضر تمام. محضرين اهو ومذاكرين. اي حاجه مستعدين. تيجي بقى تكلمي الراجل فيهم تلاقيه يديكي ردود الحقيقه ملهاش علاقه بالمنطق. ملهاش علاقه بالمنطق. وتلاقيه يتفرع. اول ما يتزنق يتفرع. اول ما عارف انت اول ما يتزنق اقلع. هو حبيبي اول ما يتزنق يتفرع. تلاقيه مطلع لك حاجات كده جناحات للموضوع، ويقول لك ايه؟ انت نبره صوتك عاليه قوي. انت شكلك متنرفز كده ليه؟ ولو حبيبي بقى مؤدب جدا 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 وملتزم يعني وحاجه كده يقول لك ايه؟ طب ممكن نتكلم بعدين؟ او مثلا يعمل نفسه السكه قطعت، فتقولي له انت بتقفل في وشي، فيقول لك لا انا قلت باي بس انت ما سمعتيش. شفتي صوتك عالي ازاي مش سامعاني؟ طب ليه مش مقتنع ان كل الحاجات دي ممكن تبقى حقيقيه؟ ان انا صوتي عالي في كل مره. ايه المشكله؟ وانه السماعه تتقفل في كل مره. ايه المشكله؟ وان انا نبره صوتي مش عاجباه في كل مره. مفيش مره يكلمني في صلب الموضوع. كل مره بتقعدي زي ما انتوا عمالين تقولوا اهو، بتقعدوا ترتبوا وانت عملت طبعا لاني ست مستعده. بتقلبه دايما لاني عندي نقاط في الحوار. أيوة. عايزه اناقشها فيها بالظبط. ولا عايزه تلومي؟ لا هو ما انتوا صيغه اللوم عندكم هي اللي بتخسركم الحوار. وانتوا صيغه ان انتوا طول الوقت عايزين تكسبوا الجوله. هي اللي بتخليكم متحاملين علينا، لان احنا ما بيبقاش ابدا الحوار قايم على فكره ان احنا عايزين نوصل بصراحة كده ونجيب للآخر. احنا الطرفين يعني ما بنبقاش عايزين نوصل لحل، بنبقى الحوار ده معركة كل واحد فيها عايز ينتصر. وكل واحد فيها عايز يثبت للتاني انه هو اللي صح وان التاني اللي غلط، فبيبقى النفس الطويل بقى هو اللي بيكسب. انتوا اللي بتقلبوها معركة. لا وانتوا بدليل اللي انتوا بتقولوه يا هادي، بتقعدوا ترتبوا وتعملوا. احنا على غفلة بنتاخد كده على غفلة. ايوه يا تعالى احنا عايزين كذا. ايوه يا سامح. لكن احنا ما بنقعدش زي ما انتوا بس خلينا حقنين يا سامح. وهنعمل وهنسوي. طيب خلينا نرتب الحوار. انتوا عشان انتوا بتبقوا غلطانين. لا بنبقى عارفين احنا بنعمل ايه. واتش ات.